السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة رجاء التعليمية. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة وافضل حال، وصباح الورد والفل والياسمين على حضراتكم. النهاردة ان شاء الله هنشتغل مع بعض يونت 10، وهي للصف الثاني الابتدائي الترم الثاني، كنكت 2 المنهج الجديد طبعا، وهي بعنوان It's Home Time. It's Home Time اللي هو طبعا وقت المنزل. يعني نشوف اليونت بتتكلم على ايه ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الرول بلاي بتاعتي، وهي بتتكلم على منزلين، منزل هانز هاوس واميرز هاوس. يلا نشوف ايه في منزل هانز هاوس وايه اللي هو في منزل اميرز هاوس. يلا نبدا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل على منزل هانز هاوس. This is هانز هاوس. This is انا قبل كده شرحتها وقلت ده اسم اشاره مفرد قريب، طبعا بمعنى هذا او هذه. This is Hannah's house. طيب يا مس ايه ده؟ احنا شايفين ابوستروفي اس كده في كلمه، في اسم هانا. ايه معناها الكلام ده؟ هل الاسماء بتتجمع؟ يعني هانا تبقى هانايات او اميره تبقى اميرات؟ لا طبعا، الاسماء الشخصيه ما بتتجمعش، ولكن الابوستروفي اس دي موجوده هنا عشان هي اختصارت ملكيه للشيء اللي هيجي ورا الاسم الشخصي ده. فهانز هاوس، فبقول ايه؟ منزل هنا. يبقى الشيء اللي جاي ورا الابوستروفي اس ده مملوك للاسم اللي هو هنا، يعني هانز هاوس اللي هو منزل هنا. يلا نشوف ونعود الاطفال هنا في المنطقه دي ان هو يعمل نفس الحكايه، يجيب اي اسم ويحط ابوستروفي اس ويجيب اي شيء مملوك. يعني مثلا يقول ندربه ازاي بقى؟ مثلا هو اسمه احمد، مثلا مثلا اخوه اسمه علي، مثلا يعني مثلا عنديهم اخت اسمها مثلا ايه، منى اهو. كل دي اسماء، احنا كتبنا اسماء اللي في البيت. يلا نتدرب كده نعمل اللي هو ايه، الملكية بتاعت احمد معاه ايه، وهنا وعلي معاه ايه، ومنى معاها ايه. هنحط ابوستروفي اس، وهنا ابوستروفي اس، وهنا ابوستروفي اس. طيب هنقول ايه؟ احمد مثلا معاه مثلا توي، او معاه اي حاجة. احمد بن مثلا، يعني ده قلم احمد. طيب عليز مثلا معاه رولر، مسطرة علي. طيب ومناز، مناز مثلا معاها العاب، توي، تويز معاها العاب. هنقول ايه؟ مناز تويز، دي العاب ايه؟ منى. وهكذا لغاية ما درب الطفل أو الطالب إزاي هو يعمل الملكية اللي هي بالأبوستروفي إس، ويجيب شيء مملوك بعد الأبوستروفي إس، ويكتب اسم أي شخص قدام. لازم ندربه على الأشياء دي. دي طبعا إيه؟ ملكية الأشياء. دي أول نقطة في الدرس. نكمل درسنا الجميل ده ونشوف إيه اللي في هانز هاوس، في منزل هانا. This is my house. طبعا هي بتعرفنا على بيتها. This is my house اللي هو هذا منزلي، زي ما احنا شايفين ازاي هو جميل. بتقول ايه؟ I have an armchair. نقف سنة عند المنطقة دي برضو. I have يعني انا امتلك، وبرضو نعوده على اللي هو فعل الامتلاك، ان انا اقول ايه؟ I have يعني انا عندي. I have an armchair. ناخد لبالنا برضو من أداة النكرة هنا، علشان an عشان الكلمة بادئة بحرف متحرك. armchair يعني عنديها كرسي بذراعين. طيب أكاوش، أكاوش اللي هي الكنبة، أكاوش اللي هي ايه؟ الكنبة اللي زي الصوفة يعني. and a TV وتلفزيون. طيب وايه تاني بقى؟ in my living room. يعني احنا فهمنا بقى ايه؟ ان المنظر ده اسمه ايه؟ living room، حجرة المعيشة اللي هي الصالونات عندنا او الانترهات. خلاص ده اسمه ايه؟ living room في المنزل. my bedroom في غرفة نومي. my bedroom غرفة نومي is small، وكنا خدنا اللي هي الصفات small وبيسبقها verb to be is. طبعا is small يعني صغيرة. the kitchen is big. big عكس small، small صغير وbig ايه؟ كبير. kitchen يعني مطبخ.
The kitchen is big يعني المطبخ كبير. طيب I like my house وأنا بحب إيه؟ المنزل، منزلنا يعني. راح تردت عليها وقالت لها إيه؟ It's a very nice house. It's a very nice house. It's هنا اللي هي دي اختصارة is، الأبوستروف إس دي. A very nice house، إنه منزل رائع. ونايس دي صفة بمعنى إيه؟ لطيف أو رائع. ندخل بقى على منزل أميرز هاوس، نشوف This is أميرز هاوس. يبقى إحنا سيبنا منزل هنا، هنشوف منزل أميرة في إيه. شوفوا بقى هي وصفنا المنزل وبتحكي لنا دخلتنا على إيه بالظبط. This is my bedroom، طبعا دي غرفة النوم بتاعتي. I have، أنا أمتلك أو عندي a bed زي ما احنا شايفينه، a computer اللي هو الكمبيوتر ده، and a wardrobe، a wardrobe اللي هو الدولاب الملابس. There are، ويوجد للجمع، واخدين بالكم؟ toys اهي، are بتحب ايه؟ الاس، are بتحب الاس. There are some toys، توجد بعض الالعاب، and books، ادي are بتحب ايه؟ الكلمة فيها اس. There are some toys and books in my bedroom، وبرضو بيوجد بعض الألعاب وبعض إيه الكتب في أوضة النوم بتاعتي. هتردت عليها وقالت لها It's great. It's great يعني إنه رائع. وناخد لبالنا برضو اختصارة أبوستروف في إس دي هنا is، اللي هي بتيجي قبل الصفات، verb to be قبل الصفات. كده خلصت الدرس الأول معاكم، يلا نشوف الكلمات اللي هي حول هذا الدرس. طبعا اللي هنركز عليه هنا armchair اللي هو كرسي بذراعين، couch اللي هي الكنبة، كنبة الانتريه يعني، وliving room اللي هي حجرة المعيشة. ده كله هنركز عليه في لو هنحفظ الأولاد. bedroom اللي هي غرفة النوم، وsmall وbig ودول صفتين عكس بعض، small صغير وbig كبير. تمام، nice برضو دي صفة جميلة اللي هي بمعنى لطيف. ندخل بعد كده على الجزء الثاني ونشوف هنركز على ايه فيه. bed اللي هو سرير، وcomputer طبعا تتحفظ، wardrobe طبعا الدولاب، دي كلمة جديدة عليه، دولاب الملابس كنا بناخدها الأول كبورد، فدي جديدة على سنة تانية، فهم المفروض يحفظوها ويخلوها في بالهم. There are some toys، toys برضو تتحفظ، بوكس هم أكيد حافظينها، in my bedroom طبعا خلاص. دي أهم الكلمات الموجودة في الدرس ده اللي الطالب المفروض يركز عليها ويحفظها. هو ركز لي على قاعدة جميلة جدا وإحنا بنقرأ في الكتاب على حاجتين، ويمكن أنا نوهت عليهم فأنا هاخدهم باستفاضة هنا ورا الدرس. بيقول لك it's a TV، إنه تلفزيون. ناخد لبالنا من expression it is. it is دي بتيجي مع المفرد، والاسم اللي بيجي وراها يا إما وراها يا إما وراها an، يا إما وراها يا إما بيجي وراها an. لو هيجي وراها طبعا اسم ايه بادئ بحرف ساكن، اما لو ان هيبقى جاي وراها حاجة بحرف متحرك زي armchair، فاكرينه في الدرس الاول. طب نشوف it's a TV، يبقى it's انه بتيجي وراها ايه حاجة مفردة. it's a couch اللي هي ايه الكنبة السوفة، وبرضو اهو it's a، it's a كده تركيبتها. It's a bed، it's a bed اللي هو انه سرير. It's a wardrobe اللي هو الدولاب، وهكذا. يبقى it's بتيجي وراها حاجة مفردة بادئة بـ a أو an، ده بالنسبة للـ it's. نشوف الـ expression الثاني اللي هو عايز يفهمهوني برضو الفعل يمتلك، زي ما انا قلت لحضراتكم ان احنا طبعا بنقول ايه I have يعني انا امتلك a bed سرير. I have a bed زي ما احنا شايفين، I have a bed يعني انا امتلك سرير. وكل واحد فيهم المفروض ان هو يعبر عن الشيء اللي هو بيمتلكه. مثلا I have a pen، انا بمتلك قلم. I have مثلا اي شيء انت بتمتلكه، toys، I have toys، انا معايا العاب، وهكذا. طيب نشوف كده I have an armchair، I have an armchair يعني انا عندي كرسي بذراعين، an armchair، وادي an عشان
دي بادئه بحرف متحرك ا. نشوف بعد كده هو هيقول ايه بقى، هيعبر على نفسه. I have يعني انا امتلك a wardrobe. A wardrobe اللي هو الدولاب، bed and computer وسرير وكمبيوتر. In my bedroom في حجرة النوم بتاعتي. يبقى احنا لما نيجي نعبر عن الامتلاك هنكتب الفيرب اللي هو ايه، I have. وندرب الاولاد برضو على ازاي يكون الجمل علشان بعد كده ما يتعبوش في اللغة بتاعتهم. احنا بنعلم لغة مش بنعلم مادة دراسية. وده listen to وهو listening and writing. طبعا ده اللي هو درس ممتع جدا اللي هو طبعا لون واكتب. طيب انا لو عايزة اكتب زي ما اصحابنا كده اتكلموا توي من شوية على كل واحد وصف غرفته، هنقول ايه؟ In my bedroom I have. نشوف بقى الحاجات اللي احنا ممكن نكتبها هنا. انا ممكن اكتب هنا I have a mat. I have a bed. I have a بيد. انا معايا سرير وكما هو عامل لي عشان التعدد، هقول كمبيوتر and a wardrobe. wardrobe اللي هو طبعا ايه، الدولاب. I like my bedroom. I don't like مثلا kitchen. وده lesson 3 وهو connect with social studies. سيوا is beautiful اللي هي سيوا الجميلة. يلا نشوف كلمات الدرس. house اللي هو منزل. apartment اللي هو الشقة. land اللي هي الأرض اليابسة. green area اللي هي أرض أو منطقة خضراء. apartment building اللي هو مبنى سكني. desert اللي هي الصحراء، طبعا بتميز سوى بالأماكن green area وبرضو desert صحراء. family اللي هي الأسرة. garden اللي هو طبعا الحديقة. different اللي هو مختلف زي ما احنا شايفين triangle و square. سيدي هنا التي هتتنطق د علشان بقى وقع بين متحركين. سيدي oasis اللي هي الواحة. plant اللي هو سيوا is an oasis in a western desert. طبعا بيقول لك اللي هو سيوا دي عبارة عن ايه، واحة خضراء in a western desert في صحراء مصر الغربية of Egypt. An oasis is a green area. اهو زي ما كنا بنتكلم اثناء الفوكابلوري بتاعنا ان هي عبارة عن منطقة خضراء. and a land in the desert وارض يابسة برضو في الصحراء. it has fresh water and green plants. بتمتلك او بتحذو بايه؟ it has احنا خدنا I have اللي هو يمتلك، بقى هي عشان it خدت ايه، has بتمتلك بقى ايه، fresh water اللي هي مية نقية او and green plants ونباتات خضراء. houses in Siwa are of different shapes. منظر المنازل هناك في سيوا مختلف شوية. بصوا ازاي جميل وشكله رائع جدا، طبعا يعني بيتناسب مع طبيعة الصحراء وطبعا الحياة البدوية اللي هناك والصحراء اللي هناك. فمنظر البيوت بيبقى عامل كده مش زي بيوتنا اللي هي في المدن. This is a house from Siwa. وده منزل من سيوا. This is احنا خلاص اتعودنا ان هو this is ده اسم اشارة للمفرد القريب. This is a house from Siwa يعني ده منزل من سيوا، يعني شكله رائع عامل زي الفيلا الصغيرة. وطبعا بيبقى جميل جدا لو حد راح وشاف من جوه الفرش بتاعه طبعا فوق الرائع، يعني حياة جميلة جدا حياة في سيوا. ده بالنسبة للدرس بتاع سيوا. ندخل على الدرس اللي بعده.
ليسن 4 وده يعني انا بعتبره اهم درس في اليونتات. learn sounds with busy bee, learn to write with busy bee, يعني اتعلم ازاي تقرا وتكتب مع النحله الشقيه. هنا عامل لي بقى ايه اللونج اي. اللونج اي بيبقى صوته اي اي, هتسمع الصوت ده اللي هو ايه اسم الحرف, مش هنسمع الصوت الشورت اللي هو بيقول ايه ا, مش هسمع الصوت ده, هسمع اي. يبقى اللونج اي هيرجع صوت الحرف لاسمه, اسمه اي اي, هتسمع الصوت ده معايا في كلمات النهارده. طيب امتى هو يجي لونج؟ لما يجي حرفين متحركين فولد باي ايتش اذر والصوت الاولاني احنا قلنا ايه بياخد الصوت كله, يبقى ده هيرجع لصوته ايه اي. يلا نشوف الايه, الـ A plus I بيدينا المنظر ده في الكلمة A A. طيب نشوف كده النطق بتاع الكلمات, ادي train A A N train train, وناخد لبالنا الـ T والـ R بس الصوت train 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 اللي هو القطار. طيب هنا تيل, سمعين الصوت اي اي, تيل تيل اللي هو الديل, تيل اللي هو الزيل او الديل. طيب نشوف تاني حالة للونج اي بيجي وراها ايه واي, اي اي. طيب نشوفها كده في الكلمة, بصوا بلاي اي اي اي. طيب نشوف دي وهو بمعنى يلعب, ناخد لبالنا من الصور. هنا بيتكلم بيقول ايه ساي ساي اي اي, سمعين صوت الاي اسمها ساي اي. يبقى دي الحالة التانية لللونج اي اللي هي ايه الاي فولود باي واي. طيب اخر حالة ودي حالة على فكرة ثابتة معايا في كل الفاولز في كل الحروف المتحركة اللي هي ايه الحرف نفسه اللي انا بدرسه ان كان اي او 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 اي او ايا كان, الخمسة المتحركين ويعني ساكن متحرك ساكن اي, لازم حرف الاي يقع في اخر الكلمة, يبقى ساكن متحرك ساكن اي. اهو لو انها هنشغلها على حرف الاي, ادي ساكن متحرك الاي ساكن اي, اهو ساكن متحرك فاول ساكن اي, ساكن متحرك ساكن اي. في في اي اي, سمعين الصوت فيس فيس, طبعا الاي لا تنطق ولكن بتطول الحرف اللي ايه بيجي في النص المتحرك فيس. طيب نشوف الكلمة اللي بعدها كيك, كيك ساكن متحرك ساكن اي, كيك كيك اللي هي الكيك. جري جري اي ايبس جريبس اللي هو العنب. وبكده اكون خلصت معاكم درس الفوناكس وبالتلات حالات بتاعته, هرجعهم سريعا اللي هي الاي وراها فولد باي اي, الاي فولد باي واي, طبعا القاعدة الشهيرة بتاعتنا ساكن متحرك ساكن اي, يبقى هنا ايه ساكن متحرك ساكن اي, دي القاعدة التالتة في كل الحروف المتحركين بتيجي معايا في اللونج في الحرف يعني المتحرك. الليسن 5 من الدروس المحببة جدا ليا اللي هي الفاليوز القيم, helping others اللي هي مساعدة الآخرين, values و helping others اللي هي مساعدة الآخرين. الحاجات دي جميلة جدا وازاي ان احنا نعود عليها الأطفال. طيب نشوف كده أول صورة معنا, she helps with the bag, she helps with the bag, هي تساعد في حمل ايه الحقيبة, بتساعد في ايه في حمل الحقيبة. ناخد لبالنا ان شي وهي هنا هيحط لي اس كده خفيفة, ده مضارع بسيط يعني بيدل على ان الحدث ده حادث دلوقتي. شي هيلبس وذ ذا باج يعني بتساعد في حمل الحقيبة, يبقى اي فعل عندك بتضيف له اس ده معناه ان هو بريزنت سيمبل او سيمبل بريزنت اللي هو مضارع بسيط. طيب هي شيرز, ادي الاس اللي هي في الفيرب, الفيرب لغايه هنا خلص, هنضيف اس علشان نخليه مضارع. هي شيرز هيز بوك, هو شاركها الكتاب بتاعه. جود بيهيفير, جود بيهيفير اللي هو طبعا دي سلوكيات جميله او سلوك جيد.
طيب نشوف برضو هنا she helps with the door. she helps with the door يعني هي ساعدت في فتح الباب. helps يعني تساعد في فتح الباب. طيب she gives her friend a drink. she gives أعطت. she gives her friend a drink أعطت صديقها إيه مشروب ما. تمام she gives her friend a drink. طيب ده بالنسبة لـ good behavior اللي هو السلوك الجيد. يبقى عندنا هنا ضارت بين فعلين helps وعندك هنا shares اللي هي يشارك وعندك gives اللي هو يعطي. والكلمات دي أو الأفعال دي طبعا بتدل على العطاء والمساعدة. helping others طبعا دي أفعال المساعدة helps وshares وgives اللي هو يعطي. طيب نشوف الـ bad behavior. طبعا عامل لي عليها كروس كبيرة. she shouted. she shouts. shouts برضو مضارع اس. she shouts اللي هي بتصرخ او بتصيح. she shouts طبعا الصراح الصياح والصراخ ده طبعا bad behavior. طيب هنا he bushes his friend اللي هو بيزيح او بيزق صديقه او بيدفع صديقه طبعا ده bad behavior. هنا طبعا اللي عايز يفهمه لي برضو ان هو مستخدم لي الافعال وضيف لي حرف الاس معاها. دي حاجة بسيطة كده اللي هو زمن المضارع البسيط وان هو يضيف حرف الاس في الفعل زي ما احنا شفنا في الدرس كله اللي هو ضايف حرف اس في الفعل مع هي وشي. طبعا حرف الاس مش بيتضاف مع كل الضمائر الا مع هي وشي. هي اللي هو بمعنى هو وهو وشي بمعنى هي وبضيف الاس عادي جدا. ده دليل المضارع البسيط معهم ات لو انا هستخدمها مع حيوان او شيء ما. وهنا فرق لي بين الباد بيهيفير طبعا اللي هو السلوك السيء والجود بيهيفير. يا رب كل اولادنا يعملوا جود بيهيفير. معايا ليسن 6 وهو كونكت ويز سوشيال ستاديز. برضو هنكمل اللي هو دراسات اجتماعيه طبعا دي كثقافه. يعني بصوا شكل منزل بدولة الصين شكله عامل ازاي. Chinese house. Chinese house اللي هو منزل بالصين. منزل معمول او مبني على طبيعة المكان اللي هم عايشين فيه. يعني شايفين المنظر ده علشان السلوك تنزل ايه ما تتكومش بالمنظر ده. لو الشكل ده هنا طبعا السلوك كلها هتتكون فوق. لكن هنا شوف عاملينه زي القبة عشان اول ما تنزل السلوك تنزل على طول ايه يعني مبني من السلك. ف انا مش متخيله بصراحه يعني. نوبيان هاوس. نوبيان هاوس ادي منازلنا الجميله بتاعت النوبه. نوبيان هاوس اللي هو منزل نوبي. دولة الصين اسمها تشاينا. تشاينا اما النوبه دي طبعا قطعه من مصر في جنوب مصر اسمها ايه نوبه. طيب الاسكا. ألاسكا اللي هي إنيوت اللي هي شعب الإسكيمو نفسه. فالدرس ده يعني مش كلماته بس من باب الثقافة ان هو يعرف شكل المنازل ازاي في كل بلد وطبعا اسماء البلاد كثقافة عامة. لكن هو مش مجبر ان هو يحفظ الكلمات دي دلوقتي ولا اي حاجة لان هو كده كده هيدخل في سنة تالتة ان شاء الله هيدخل على اللي هو الجنسيات اللي هو تشاينيز وتشاينا والبلاد يعني. فلأ يعني الدرس ده يعتبر ثقافي ان هو معرفة بس مش اكتر. houses around the world كل واحد فيهم بيقول انا من فين وبعيش فين. I am جميلة. انا جميلة. I'm from Nubia وأنا من النوبة. I live in a colorful house وأنا عايشة ببيت ملون. طبعا بيوت النوبة يا لها من روعة ويا لها من جمال يعني حاجة مريحة جدا للأعصاب. I am from يعني أنا من تمام. We I live يعني أعيش فيه. I am young طبعا اتعرف خلاص. I am from China أنا من الصين. I live in a house on the water طبعا هو عايش في بيت على الماء تمام يعني زي عوامة او كده. I live in a house on the water يعني عايش على منزل في الماء
تمام. بعد كده ندخل على الجميلة الحلوة دي. I am Yuki. أنا اسمي يوكي. I am in Yot. I am in Yot. يعني أنا من ولاية بعيش في بيت مصنوع من السلك. My house is made of snow. المنزل بتاعي مصنوع من السلك. Snow يعني سلك. My house is made of snow. Snow يعني سلك. I live in Igloo in Alaska. I live in Igloo in Alaska. طبعا أنا عايشة في منزل من الثلج في ألاسكا. طبعا الدرس ده زي ما قلت لحضراتكم إن هو ثقافي أكتر من هو تعليمي، ولكن برضو عشان نعلم الأولاد المفردات اللغة، يعني هو يتعلم إزاي يقول I am from، يعني أنا من فين، ويشرح أو يوصف المنزل اللي هو عايش فيه. فدي حاجة كويسة للغويات بس مش أكتر، فمحدش يشيل هم الدرس ده أوي يعني، لأنه هيدرسه في الصف الثالث إن شاء الله باستفاضة. وبكده أكون خلصت. هعمل سامري كده أو ريفيو على يونت 10 والكلمات بتاعتنا اللي قابلتنا في اليونت. كاوتش، كاوتش اللي هي الكنبة. Armchair، Armchair اللي هي الكرسي ذو ذراعين. تي في اللي هو التلفزيون. كابورد، هنا جايب لي كابورد ولكن هي مقررة عليه. Wardrobe، Wardrobe اللي هو الدولاب، تمام، ناخد لبالنا كويس جدا. بيت، كمبيوتر، وبيكتشر اللي هي الصورة. دخلي برضو على اللونج اي، وقلنا الاي وراها اي والاي وراها واي، والمتحرك ساكن متحرك ساكن اي. وشوفنا الكلمات train, tail, grapes, face, cake, say, play. دول الكلمات بتوع الفونكس. وهنا ندخل على language. I have، قلنا طبعا ان هو يعبر ازاي ان هو بيمتلك ويذكر اسم الشيء اللي بيمتلكه. I have a wardrobe in my bedroom. طبعا انا عندي دولاب ملابس في غرفة النوم. وهي قالت ايه؟ I have a picture in my bedroom. وانا عندي صورة في غرفة النوم بتاعتي. اتكلمنا عن الفاليوز برضو وافعال العطاء. وهنا ركز لي على المضارع البسيط. شي جيفز، طبعا مع هي وشي. شي جيفز هير فريند درينك، طبعا هي اعطت صديقتها اللي هو مشروب. شي هيلبس وذ باجز، طبعا هي بتساعد في حمل الحقيبه. وهنا ناخد لبالنا ان هنا الافعال في المضارع البسيط ضيف للحرف اس، وهي مع هي وشي وات. خلاص ده بالنسبة لليونت كلها، ريفيو كده بسيط عليها بالنسبة لليونت اللي هي يونت 10. يونت 10 أتمنى لو عجبكم الشرح، أتمنى لايك، لايكات كتير، مش لايك واحدة، لايكات كتير عشان الفيديو ده يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس اللي محتاجاه. أتمنى برضو ترك تعليق لو أي حاجة أنتوا حابين تستفسروا عنها. بفرح جدا بتعليقاتكم الجميلة وأنكم أنتوا بتطلبوا المزيد من الفيديوهات. أتمنى طبعا التوفيق لجميع الطلبة والطالبات. ألقاكم على خير. باي باي.